الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستكمل أيها الإخوة درسنا ونسأل الله التوفيق والسداد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. يقول المصنف رحمه الله: والعلم النافع يحصل به حسن الذكر ويبقى ذلك بعد وفاته فإنه حياة أبدية. وأنشدنا الشيخ الإمام الأجل ظهير الدين مفتي الأئمة الحسن بن علي المعروف بالمرغيناني: الجاهلون موتى قبل موتهم، والعالمون وإن ماتوا فأحياء. وأنشدني الشيخ الإمام الأجل برهان الدين عليه رحمة الله: وفي الجهل قبل الموت موت لأهله، فأجسامهم قبل القبور قبور. وإن امرؤ لم يحيا بالعلم يمت، فليس له حين النشور نشور. وقال غيره: أخو العلم حي خالد بعد موته، وأوصاله تحت التراب رميم. وذو الجهل ميت وهو يمشي على الثرى، يظهر من الأحياء وهو عديم. نعم، فكم من عالم بقي ذكره بعد موته وانتشر صيته وانتفع الناس بعلمه، فهم وإن كانوا في عداد الأموات إلا أنهم أحياء بما قدموه من علم ونشروه بين الناس، فهذا فضلهم وهذه مكانتهم. وكما قال عليه الصلاة والسلام: إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاثة، وذكر منهم أو علم ينتفع به. نعم. وقال آخر: حياة القلب علم فاغتنمه، وموت القلب جهل فاجتنبه. وأنشدني أستاذنا شيخ الإسلام برهان الدين رحمة الله عليه شعرا: ذا العلم أعلى رتبة في المراتب، ومن دونه عز العلا في المواكب. فذو العلم يبقى عزه متضاعفا، وذو الجهل بعد الموت في الترائب. فهيهات لا يرجو مداه من ارتقى رقي ولي الملك والي الكتائب. سأملي عليكم بعض ما فيه فاسمعوا، فبي حصر عن ذكر كل المناقب. هو النور كل النور يهدي عن العمى، وذو الجهل مر الدهر بين الغياهب. هو الذروة الشماء تحمي من التجى إليها، ويمشي آمنا في النوائب. به ينتجي والناس في غفلاتهم به يرتجي، والروح بين الترائب. به يشفع الإنسان من راح عاصيا إلى درك النيران شر العواقب. فمن رامه رام المآرب كلها، ومن حازه قد حاز كل المطالب. هو المنصب العالي يا صاحب الحج، إن نلته هون بفوت. يا صاحب الحجة. هو المنصب العالي يا صاحب الحجة، إذا نلته هون بفوت المناصب. فإن فاتك الدنيا وطيب نعيمها فغمض، فإن العلم خير المواهب. نعم، قوله: به ينتجي من النجوى، فمن رامه يعني طلب العلم. يا صاحب الحجة، صاحب العقل والنهى. نعم. وقيل في هذا المعنى: إذا ما اغتر ذو علم بعلم فعلم الفقه أولى باعتزاز. فكم طيب يفوح ولا كمسك، وكم طير يطير ولا كبازي. وأنشدت أيضا لبعضهم: الفقه أنفس كل شيء أنت ذاخره، من يدرس العلم لم تدرس مفاخره. فاكسب لنفسك ما أصبحت تجهله، فأول العلم إقبال وآخره. وكفى بلذة العلم والفقه والفهم داعيا وباعثا للعاقل على تحصيل العلم. نعم. وقد الآن سيذكر المصنف بعض أسباب الكسل. نعم. وقد يتولد الكسل من كثرة البلغم والرطوبات، وطريق تقليله تقليل الطعام. قيل: اتفق 70 طبيبا على أن النسيان من كثرة البلغم، وكثرة البلغم من كثرة شرب الماء، وكثرة شرب الماء من كثرة الأكل. والخبز اليابس يقطع البلغم، وكذا أكل الزبيب على الريق ولا يكثر منه حتى لا يحتاج إلى شرب الماء فيزيد البلغم. والسواك يقلل البلغم أو يقلل البلغم ويزيد الحفظ والفصاحة، فإنه سنة سنية تزيد في ثواب الصلاة وقراءة القرآن. وكذا القيء يقلل البلغم والرطوبات. وطريق تقليل الأكل التأمل في منافع قلة الأكل،
وهي الصحة والعفة والإيثار. نعم، قوله فإنه سنة سنية يعني ذا مكانة ومرتبة، السواك فإنه سنة سنية. وأما ما ذكره أن السواك يزيد في ثواب الصلاة فهذا مستنده حديث موضوع مكذوب لا يصح، صلاة بسواك خير من 70 صلاة بغير سواك، وهذا لا يصح بل هو مكذوب. نعم. وقيل فيه شعر: فعار ثم عار ثم عار شقاء المرء من أجل الطعام. وعن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: ثلاثة يبغضهم الله من غير جرم: الأكول والبخيل والمتكبر. وهذا الحديث لا يعرف في كتب الأحاديث، لا يعرف. نعم. وتأمل في مضار كثرة الأكل وهي الأمراض وكلالة الطبع، وقيل البطنة تذهب الفطنة. هذا من الأمثلة. نعم، مشهورة. حكي عن جال نيوس أنه قال: الرمان نفع كله والسمك ضرر كله، وقليل السمك خير من كثير الرمان. وفيه أيضا: إتلاف المال والأكل فوق الشبع ضرر محض ويستحق به العقاب في دار الآخرة، والأكول بغيض في القلوب. نعم، وقد حث النبي عليه الصلاة والسلام على التقليل من الطعام كما في الحديث: بحسب ابن آدم أكلات أو لقيمات يقمن صلبه، فالإنسان يأكل بقدر ولا يعني يسرف في الطعام. نعم. وطريق تقليل الطعام أن يأكل الأطعمة الدسمة ويقدم في الأكل الألطف والأشهى، ولا يأكل مع الجائع إلا إذا كان له غرض صحيح بأن يتقوى به على الصيام والصلاة والأعمال الشاقة فله ذلك. أن يأكل الأطعمة الدسمة ويقدم الأكل الألطف والأشهى حتى يعني يشبع مباشرة، ولا يعني يستمر في تناول الطعام ويكتفي، ولا يأكل مع الجائع لأن الجائع تجده نهم يريد أن يأكل وتزود. نعم. فصل في بداية السبق وقدره وترتيبه. سبق أن كلمة السبق يعني الاختلاف إلى الأئمة والتردد إلى مجالسهم لأخذ العلم عنهم، وكذلك هو القدر الذي يعني يأخذه الطالب عن شيخه ويحفظه ويتدارسه. نعم. كان أستاذنا شيخ الإسلام برهان الدين عليه رحمة الله يوقف بداية السبق على يوم الأربعاء، وكان يروي في ذلك حديثا ويستدل به ويقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من شيء بدأ يوم الأربعاء إلا وقد تم. وهكذا كان يفعل أبي. وهذا الحديث لا يصح أيضا. نعم. وكان يروي الحديث عن أستاذ الشيخ الإمام الأجل قوام الدين أحمد بن عبد الرشيد عليه رحمة الله. وسمعت ممن أثق به أن الشيخ يوسف الهمذاني رحمه الله كان يوقف كل عمل من الخير على يوم الأربعاء، وهذا لأن يوم الأربعاء يوم خلق فيه النور، وهو يوم نحس في حق الكفار فيكون مباركا للمؤمنين. وهذا أيضا غير صحيح، لم يثبت. نعم. وأما قدر السبق في الابتداء، كان أبو حنيفة عليه رحمة الله يحكي عن الشيخ القاضي الإمام عمر بن أبي بكر الزرنجري رحمه الله أنه قال: قال مشايخنا رحمهم الله: ينبغي أن يكون قدر السبق للمبتدئ قدر ما يمكن ضبطه بالإعادة مرتين بالرفق، ويزيد كل يوم كلمة حتى إنه وإن طال وكثر يمكن ضبطه بالإعادة مرتين، ويزيد بالرفق والتدريج. وأما إذا طال السبق في الابتداء واحتاج إلى الإعادة 10 مرات فهو في الانتهاء أيضا يكون كذلك، لأنه يعتاد ذلك ولا يترك تلك الإعادة إلا بجهد كثير. وقد قيل: السبق حرف والتكرار 1000. المقصود أنه يكرر الشيء الذي حفظه والذي درسه، يكرره بحسب الحاجة حتى لا ينسى، بحسب ما يحتاج إلى ذلك. وينبغي أن يبتدئ بشيء يكون أقرب إلى فهمه. كان الشيخ الإمام الأستاذ شرف الدين العقيلي رحمه الله يقول: الصواب عندي في هذا ما فعله مشايخنا رحمهم الله، فإنهم كانوا يختارون للمبتدئ صغارات المبسوط لأنه أقرب إلى الفهم والضبط وأبعد من الملالة وأكثر وقوعا بين الناس. نعم. وينبغي أن يعلق السبق بعد الضبط والإعادة كثيرا فإنه نافع جدا. يعني هذا ما كانوا يصنعونه من خلاصة الدرس
فيأتي الطالب فيتلقى من شيخه ويفهم ما يلقيه عليه ويحفظه ويلخصه، هكذا يعني كانوا يحرصون على الفهم والتلخيص والحفظ. نعم. ولا يكتب المتعلم شيئا لا يفهمه، فإنه يورث كلالة الطبع ويذهب الفطنة ويضيع أوقاته. وينبغي أن يجتهد في الفهم عن الأستاذ بالتأمل وبالتفكر وكثرة التكرار، فإنه إذا قل السبق وكثر التكرار والتأمل يدرك ويفهم. قيل: حفظ حرفين خير من سماع وقرين، وفهم حرفين خير من حفظ سطرين. وإذا تهاون في الفهم ولم يجتهد مرة أو مرتين يعتاد ذلك فلا يفهم الكلام اليسير، فينبغي ألا يتهاون في الفهم بل يجتهد ويدعو الله ويتضرع إليه، فإنه يجيب من دعاه ولا يخيب من رجاه. هكذا ينبغي يجتهد في الفهم، يفهم المراد، ليس المقصود أن يحفظ شيئا وهو لا يفهمه، لا، يفهم ويدرك معنى ما يحفظ. نعم. وأنشدنا الشيخ الأجل قوام الدين حماد بن إبراهيم بن إسماعيل الصفار الأنصاري إملاء للقاضي الخليل بن أحمد الشجري في ذلك شعرا: أخدم العلم خدمة المستفيد، وأدم درسه بفعل حميد، وإذا ما حفظت شيئا أعده ثم أكده غاية التأكيد، كي لا يزول ثم علقه كي تعود إليه وإلى درسه على التأبيد، فإذا ما أمنت منه فواتا فانتدب بعده لشيء جديد، مع تكرار ما تقدم منه واقتناء لشأن هذا المزيد. ذاكر الناس بالعلوم لتحيا، لا تكن من أولي النهى ببعيد، إذا كتمت العلوم أنسيت حتى لا ترى غير جاهل وبليد، ثم ألجمت في القيامة نارا وتلهبت بالعذاب الشديد. ولا بد لطالب العلم من المذاكرة والمناظرة والمطارحة، فينبغي أن يكون كل منها بالإنصاف والتأني والتأمل، ويتحرز عن الشغب والغضب، فإن المناظرة والمذاكرة مشاورة، والمشاورة إنما تكون لاستخراج الصواب، وذلك إنما يحصل بالتأمل والتأني والإنصاف، ولا يحصل بالغضب والشغب. فإن كانت نيته من المباحثة إلزام الخصم وقهره فلا تحل، وإنما يحل ذلك لإظهار الحق. نعم. المذاكرة والمناظرة والمطارحة، هذه الأمور التي يقوم بها طالب العلم. المطارحة هي المحاورة أيضا ومبادلة الحديث مع غيره، فهذه من الأشياء التي يعني تثبت الدرس أو المدارسة والشيء الذي يفهمه ويحفظه فيما بعد. وهنا نبه على أمر، أن طالب العلم إذا ناظر أحدا فعليه أن يريد بذلك الوصول إلى الحق، لا لأن يفحم خصمه أو يلزمه الحجة، لا، حتى إن الشافعي رحمه الله قال: ما ناظرت أحدا قط فأحببت أن يخطئ. وأيضا صح عنه أنه قال: ما جادلت أحدا إلا تمنيت أن يظهر الله الحق على لسانه دوني، أن يظهر الله الحق على لسانه دوني. فهذا يدل على إنصافه وعدله وإرادته الخير من وراء المباحثة والمناظرة. والتمويه والحيلة لا يجوز فيها إلا إذا كان الخصم متعنتا لا طالبا للحق. وكان محمد بن يحيى عليه رحمة الله إذا توجه عليه الإشكال ولم يحضره الجواب يقول: ما ألزمته لازم، وأنا فيه ناظر، وفوق كل ذي علم عليم. وفائدة المطارحة والمناظرة أقوى من فائدة مجرد التكرار، لأن فيه تكرارا وزيادة. وقيل: مطارحة ساعة خير من تكرار شهر، لكن إذا كان مع منصف سليم الطبيعة. وإياك والمذاكرة مع متعنت غير مستقيم الطبع، فإن الطبيعة غير مستقيم. وإياك والمذاكرة مع متعنت غير مستقيم الطبع، فإن الطبيعة متسرية والأخلاق متعدية والمجاورة مؤثرة. يعني لا فائدة من مناقشة هذا الشخص المتعنت المجادل الذي لا يريد أن يصل الحق، إنما همه فقط إفحام الخصم، فهذا يعني لا يجادل ولا يناقش الحقيقة إذا كان كذلك. نعم.
وفي الشعر الذي ذكره الخليل بن أحمد فوائد كثيرة. قيل: العلم من شرطه لمن خدمه أن يجعل الناس كلهم خدمه، وينبغي لطالب العلم أن يكون متأملاً في جميع الأوقات في دقائق العلوم ويعتاد ذلك، فإنما يدرك الدقائق بالتأمل، فلهذا قيل: تأمل تدرك. ولا بد من التأمل قبل الكلام حتى يكون صواباً، فإن الكلام كالسهم، فلا بد من تقويمه قبل الكلام حتى يكون مصيباً. وقال في أصول الفقه: هذا أصل كبير، وهو أن يكون كلام الفقيه المناظر بالتأمل. قيل: رأس العقل أن يكون الكلام بالتثبت والتأمل. قال قائل شعرا: أوصيك في نظم الكلام بخمسة إن كنت للموصي الشفيق مطيعا: لا تغفلن سبب الكلام ووقته والكيف والكم والمكان جميعا. ويكون مستفيدا في جميع الأوقات والأحوال من جميع الأشخاص. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحكمة ضالة المؤمن، أينما وجدها أخذها. وقيل: خذ ما صفى ودع ما كدر. وسمعت الشيخ الإمام الأجل الأستاذ فخر الدين الكاشاني يقول: كانت جارية أبي يوسف أمانة عند محمد بن الحسن، فقال لها: هل تحفظين أنت في هذا الوقت عن أبي يوسف في الفقه شيئا؟ قالت: لا، إلا أنه كان يكرر ويقول: سهم الدور ساقط فحفظ، سهم الدور ساقط فحفظ ذلك منها. وكانت تلك مسألة مشكلة على محمد، فارتفع إشكاله بهذه الكلمة، فعلم أن الاستفادة ممكنة من كل أحد. ولهذا قال أبو يوسف حين قيل: بما أدركت العلم؟ قال: ما استنكفت من الاستفادة من كل أحد، وما بخلت من الإفادة. نعم، فالواحد يستفيد من كل أحد ولا يأنف، لا يأنف، سواء كان كبيرا أو صغيرا فإنه يستفيد منه. نعم. وقيل لابن عباس رضي الله عنهما: بما أدركت العلم؟ قال: بلسان سؤول وقلب عقول. وإنما سمي طالب العلم ما تقول لكثرة ما كانوا يقولون في الزمان الأول ما تقول في هذه المسألة. وإنما تفقه أبو حنيفة عليه رحمة الله بكثرة المطارحة والمذاكرة في دكانه حين كان بزازا. البزاز هو بائع الثياب والمنسوجات. نعم. فبهذا يعلم أن تحصيل العلم والفقه يجتمع مع الكسب. وكان أبو حفص الكبير يكتسب ويكرر العلوم، فإن كان لابد لطالب العلم من الكسب لنفقة العيال وغيره فليكتسب وليكرر وليذاكر ولا يكسل. وليس لصحيح العقل والبدن عذر في ترك التعلم والتفقه، فإنه لا يكون أفقر من أبي يوسف، ولم يمنعه ذلك من التفقه. فمن كان له مال كثير فنعم المال الصالح للرجل الصالح المنصرف في طريق العلم. نعم، هذا مأخوذ من قوله عليه الصلاة والسلام: نعم المال الصالح للرجل الصالح. نعم. قيل لعالم: بما أدركت العلم؟ قال: بأب غني، لأنه كان ينتفع به أهل العلم والفضل، فإنه سبب زيادة العلم، لأنه شكر على نعمة العقل والعلم، ولأنه سبب للزيادة. قيل: قال أبو حنيفة عليه رحمة الله: إنما أدركت العلم بالحمد والشكر، فكلما فهمت ووفقت على فقه وحكمة قلت: الحمد لله، فازداد علمي. وهكذا ينبغي لطالب العلم أن يشتغل بالشكر باللسان والجنان والأركان والحال، ويرى الفهم والعلم والتوفيق من الله تعالى، ويطلب الهداية من الله تعالى بالدعاء له والتضرع إليه، فإن الله تعالى هاد من استهداه. فأهل الحق وهم أهل السنة والجماعة طلبوا الحق من الله تعالى، والحق المبين الهادي العاصم، فهداهم الله وعصمهم عن الضلالة. وهكذا يعني يسأل طالب العلم ربه أن يهديه وأن يوفقه ويسدده، لأنه هو سبحانه وتعالى هو الموفق وهو المسدد وهو الهادي إلى الحق. إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده، فالإنسان لا يركن إلى نفسه وإلى قوته ويظن أن التوفيق بيده، لا، بل يدعو الله ويبتهل إليه أن يوفقه ويسدده. نعم. وأهل الضلالة أعجبوا برأيهم وعقلهم، وطلبوا الحق من المخلوق العاجز وهو العقل، لأن العقل لا يدرك جميع الأشياء كالبصر، فإنه لا يبصر جميع الأشياء، فحجبوا وعجزوا عن معرفته وضلوا وأضلوا.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الغافل من عمل بغفلته، والعاقل من عمل بعقله. وهذا أيضا يعني لا يثبت عنه صلى الله عليه وسلم. نعم. فالعمل بالعقل أولا أن يعرف عجز نفسه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عرف نفسه فقد عرف ربه. وهذا لا أصل له كذلك من الحديث. نعم. فإذا عرف عجز نفسه عرف قدرة الله عز وجل، ولا يعتمد على نفسه ولا يعتمد على نفسه وعقله، بل يتوكل على الله ويطلب الحق منه. ومن يتوكل على الله فهو حسبه ويهديه إلى صراط مستقيم. ومن كان له مال كثير فلا يبخل، وينبغي أن يتعوذ بالله من البخل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أي داء أدوأ من البخل. وكان أبو الشيخ الإمام الأجل شمس الأئمة الحلواني رحمه الله فقيرا يبيع الحلواء، وكان يعطي الفقراء من الحلواء ويقول: ادعوا لابني. فببركة جوده واعتقاده وشفقته وتضرعه إلى الله تعالى نال ابنه ما نال. ويشتري بالمال الكتب ويستكتب فيكون عونا على التعلم والتفقه. وقد كان لمحمد بن الحسن عليه رحمة الله مال كثير، حتى كان له 300 من الوكلاء على ماله، وأنفقه كله في العلم والفقه، ولم يبق له ثوب نفيس. فرآه أبو يوسف في ثوب خلق، فأرسل إليه ثيابا نفيسة فلم يقبلها، فقال: عجل لكم وأجل لنا. ولعله إنما لم يقبله، وإن كان قبول الهدية سنة، لما رأى في ذلك مذلة لنفسه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس للمؤمن أن يذل نفسه. وحكي أن الشيخ فخر الدين الإسلام الإرسابندي رحمه الله الحديث ليس للمؤمن أن يذل نفسه جاء بلفظ لا ينبغي لمؤمن أن يذل نفسه. وحكي أن الشيخ فخر الإسلام الإرسابندي رحمه الله جمع قشور البطيخ الملقاة في مكان خال فأكلها، فرأته جارية فأخبرت بذلك مولاها، فاتخذ له دعوة فدعاه إليها فلم يقبل لهذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياك والطمع، فإنه فقر حاضر. ولا يبخل بما عنده من المال، بل ينفق على نفسه. هنا زيادة: وهكذا ينبغي لطالب العلم أن يكون ذا همة عالية لا يطمع في أموال الناس. هذه زيادة عندي في النسخة. نعم. وهكذا ينبغي لطالب العلم أن يكون ذا همة عالية لا يطمع في أموال الناس. تفضل. وهكذا ينبغي لطالب العلم أن يكون ذا همة عالية لا يطمع في أموال الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياك والطمع، فإنه فقر حاضر. ولا يبخل بما عنده من المال، بل ينفق على نفسه وعلى غيره. قال النبي عليه الصلاة والسلام: الناس كلهم في الفقر مخافة الفقر. وكان في الزمان الأول يتعلمون الحرفة. هذه حكمة وليست بحديث. نعم. وكان في الزمان الأول يتعلمون الحرفة ثم يتعلمون العلم حتى لا يطمعوا في أموال الناس. وفي الحكمة: من استغنى بمال الناس افتقر. والعالم إذا كان طماعا لا يبقي حرمة العلم ولا يقول بالحق، فلهذا يتعوذ صاحب الشرع صلى الله عليه وسلم منه ويقول: أعوذ بالله من طمع يدني إلى طبع. في مسند أحمد: استعيذ بالله من طمع يدني إلى طبع. ويحتاج إلى مراجعة يعني في صحته. نعم. وينبغي للمؤمن أن لا يرجو إلا من الله تعالى، ولا يخاف إلا منه، ويظهر ذلك بمجاوزة حد الشرع وعدمها. فمن عصى الله خوفا من المخلوق فقد خاف غير الله، وإذا لم يعص الله تعالى لخوف المخلوق وراقب حدود الشرع فلم يخف غير الله بل خاف الله تعالى، وكذا في جانب الرجاء. وينبغي لطالب العلم أن يعد ويقدر لنفسه تقديرا في التكرار، فإنه لا يستقر قلبه حتى يبلغ ذلك المبلغ. وينبغي أن يكرر سبق الأمس 5 مرات، وسبق اليوم الذي قبل الأمس 4 مرات، والسبق الذي قبله 3، والذي قبله 2، والذي قبله 1، فهذا أدعى إلى الحفظ والتكرار. وينبغي ألا يعتاد المخافة في التكرار، لأن الدرس والتكرار ينبغي أن يكون بقوة ونشاط، ولا يجهر جهرا يجهد نفسه كي لا ينقطع عن التكرار، فخير الأمور أوسطها. حكي أن أبا يوسف عليه رحمة الله كان يذاكر الفقه مع الفقهاء بقوة ونشاط،
وكان صهره عنده يتعجب في أمره ويقول: أنا أعلم أنه جائع منذ 5 أيام، ومع ذلك يناظر بقوة ونشاط. وينبغي ألا يكون لطالب العلم فترة، فإنها آفة. وكان أستاذنا شيخ الإسلام برهان الدين عليه رحمة الله يقول: إنما غلبت شركائي بأني لا تقع لي الفترة في التحصيل. الفترة هي الانقطاع عن الدرس، ينقطع مدة عن الدرس. وكان يحكي عن الشيخ الإسبيجابي أنه وقع في زمان تحصيله وتعلمه فترة 12 سنة بانقلاب الملك، فخرج مع شريكه في المناظرة إلى حيث يمكنهما الاستمرار في طلب العلم، وظل يدرسانه معا ولم يترك الجلوس للمناظرة 12 سنة، فصار شريكه شيخ الإسلام للشافعيين وكان هو شافعيا. وكان أستاذنا الشيخ القاضي الإمام فخر الإسلام قاضي خان يقول: ينبغي للمتفقه أن يحفظ كتابا واحدا من كتب الفقه دائما، فيتأثر له بعد ذلك حفظ ما سمع من الفقه. فصل في التوكل. ثم لا بد لطالب العلم من التوكل في طلب العلم، ولا يهتم لأمر الرزق ولا يشغل قلبه بذلك، لكنه يعني يسعى في طلب الرزق. ليس معناه يتواكل، لا ليس هذا، لا يفهم هذا الكلام، بل إنه يسعى في طلب الرزق. نعم. روى أبو حنيفة عليه رحمة الله عن عبد الله بن الحارث الزبيدي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من تفقه في دين الله كفى همه الله تعالى ورزقه من حيث لا يحتسب. نعم. فإن من اشتغل قلبه بأمر الرزق من القوت والكسوة أيضا يحتاج إلى مراجعة صحته من تفقه في دين. نعم. أحاديث كثيرة يعني يذكرها المصنف وهي لا تصح ولا تثبت، منها ما هو ضعيف ومنها ما هو موضوع. نعم. فإن من اشتغل قلبه بأمر الرزق من القوت والكسوة قل ما يتفرغ لتحصيل مكارم الأخلاق ومعالي الأمور. قيل: دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد، فإنك أنت الطاعم الكاسي. قال رجل لأبي منصور الحلاج: أوصني. فقال ابن منصور: هي نفسك، إن لم تشغلها شغلتك. فينبغي لكل أحد أن يشغل نفسه بأعمال الخير حتى لا يشغل نفسه بهواها، ولا يهتم العاقل لأمر الدنيا، لأن الهم والحزن لا يرد المصيبة ولا ينفع، بل يضر بالقلب والبدن والعقل، ويخل بأعمال الخير. ويهتم لأمر الآخرة لأنه ينفع. وأما قوله عليه الصلاة والسلام: إن من الذنوب ذنوبا لا يكفرها إلا هم المعيشة، فالمراد منه قدر هم لا يخل بأعمال الخير ولا يشغل القلب شغلا يخل بإحضار القلب في الصلاة، فإن ذلك القدر من الهم والقصد من أعمال الآخرة. وهذا الحديث أيضا سنده ضعيف لا يصح. نعم. ولا بد لطالب العلم من تقليل العلائق الدنيوية، ما يتعلق بالهم يجعل الإنسان همه الآخرة لا يجعل همه الدنيا، كما قال عليه الصلاة والسلام: من جعل الهم هما واحدا هم المعاد كفاه الله هم دنياه، كفاه الله هم دنياه. ومن تشعبت به الهموم في أحوال الدنيا لم يبال الله في أي أوديتها هلك. فانظروا على الإنسان أن يجعل همه الآخرة ولا يحزن للدنيا الزائلة. ولا بد لطالب العلم من تقليل العلائق الدنيوية بقدر الوسع، فلهذا اختاروا الغربة. ولا بد من تحمل النصب والمشقة في سفر التعلم، كما قال موسى صلوات الله على نبينا وعليه في سفر التعلم ولم ينقل عنه ذلك في غيره من الأسفار: لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. ليعلم أن سفر العلم لا يخلو عن التعب، لأن طلب العلم أمر عظيم، وهو أفضل من الغزاة عند أكثر العلماء، والأجر على قدر التعب والنصب، فمن صبر على ذلك التعب وجد لذة العلم تفوق لذات الدنيا. ولهذا كان محمد بن الحسن عليه رحمة الله إذا سهر الليالي وانحلت له المشكلات يقول: أين أبناء الملوك من هذه اللذات؟ وينبغي لطالب العلم ألا يشتغل بشيء آخر غير العلم، ولا يعرض عن الفقه. قال محمد بن الحسن عليه رحمة الله: صناعتنا هذه من المهد إلى اللحد، فمن أراد أن يترك علمنا هذا ساعة فليتركه الساعة.
ودخل فقيه كما سبق عن الإمام أحمد أنه قال من المحبرة إلى المقبرة، يعني يستمر الإنسان ولا ينقطع ولا ينشغل عن العلم. نعم. ودخل فقيه وهو إبراهيم بن الجراح على أبي يوسف يعوده في مرض موته وهو يجود بنفسه، فقال أبو يوسف: رمي الجمار راكبا أفضل أم راجلا؟ فلم يعرف الجواب فأجاب بنفسه. وهكذا ينبغي للفقيه أن يشتغل به في جميع أوقاته، فحينئذ يجد لذة عظيمة في ذلك. وقيل: رؤيا محمد بن الحسن في المنام بعد وفاته، فقيل له: كيف كنت في حال النزع؟ فقال: كنت متأملا في مسألة من مسائل المكاتب فلم أشعر بخروج روحي. وقيل: المكاتب هو الذي العبد الذي تعاقد مع سيده أن يعتقه مقابل يعني مبلغ من المال، نعم، ونظير مبلغ مؤجل حتى يصير حرا، هذا هو المكاتب الذي تعاقد مع سيده. نعم. وقيل إنه قال في آخر عمري: شغلتني مسائل المكاتب عن الاستعداد لهذا اليوم، وإنما قال ذلك متواضعا. نعم. فصل في وقت التحصيل. قيل: وقت التعلم من المهد إلى اللحد. دخل حسن بن زياد عليه رحمة الله في التفقه وهو ابن 80 سنة، ولم يبت على الفراش 40 سنة، فأفتى بعد ذلك 40 سنة. وأفضل الأوقات شرخ الشباب أو شرخ الشباب، يعني ووقت السحر أوله، يعني أول الشباب. نعم. شرخ الشباب ووقت السحر وما بين العشاءين، وينبغي أن يستغرق جميع أوقاته، فإذا مل من علم يشتغل بعلم آخر. وكان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما إذا مل من الكلام يقول: هاتوا ديوان الشعراء. وكان محمد بن الحسن لا ينام الليل، وكان يضع عنده الدفاتر، وكان إذا مل من نوع ينظر في نوع آخر، وكان يضع عنده الماء ويزيل نومه بالماء، وكان يقول: إن النوم من الحرارة. فصل في الشفقة والنصيحة. ينبغي أن يكون صاحب العلم مشفقا ناصحا غير حاسد، فالحسد يضر ولا ينفع. وكان أستاذنا شيخ الإسلام برهان الدين عليه رحمة الله يقول: قالوا إن ابن المعلم يكون عالما، لأن المعلم يريد أن يكون تلميذه في القرآن عالما، فببركة اعتقاده وشفقته يكون ابنه عالما. وليس دائما يقع ما يعتقده الشيخ في تلميذه، فقد يعني يكون عالما وقد لا يكون عالما. نعم. وكان أبو الحسن عليه رحمة الله يحكي أن الصدر الأجل برهان الأئمة جعل وقت السبق لابنيه الصدر الشهيد حسام الدين والصدر السعيد تاج الدين وقت الضحوة الكبرى بعد جميع الأسباق، وكان يقولان: إن طبيعتنا تكل وتمل في ذلك الوقت. فقال أبوهما عليه رحمة الله: إن الغرباء وأولاد الكبراء يأتونني من أقطار الأرض، فلا بد من أن أقدم أسباقهم. فببركة شفقته فاق ابناه أكثر فقهاء الأمصار وأهل الأرض في ذلك العصر. وينبغي ألا ينازع أحدا ولا يخاصمه لأنه يضيع أوقاته. قيل: المحسن سيجزى بإحسانه والمسيء ستكفيه مساويه. نعم، يعني لا يشغل نفسه بالرد وبمخاصمة الناس وبإساتهم، ينشغل بنفسه أفضل. نعم. أنشدني الشيخ الإمام الزاهد العارف ركن الإسلام محمد بن أبي بكر المعروف بإمام خواهر زادة مفتي الفريقين عليه رحمة الله قال: أنشدني سلطان الشريعة يوسف الهمذاني رحمه الله: لا تجزي إنسانا على سوء فعله، سيكفيه ما فيه وما هو فاعله. قيل: من أراد أن يرغم أنف عدوه فليكرر السبق. في نسخة: فليكرر السبق، يعني يشتغل بما هو فيه من الحفظ والدرس وكذا والعلم، ينشغل نعم بما هو فيه. وأنشدت هذا الشعر: إذا شئت أن تلقى عدوك راغما وتقتله غما وتحرقه هما، فرم للعلا وازدد من العلم، إنه من ازداد علما زاد حاسده غما. قيل: عليك أن تشتغل بمصالح نفسك لا بقهر عدوك، فإذا أقمت مصالح نفسك تضمن ذلك قهر عدوك. نعم. تضمن ذلك قهر عدوك. إياك والمعاداة، فإنها تفضحك وتضيع أوقاتك، وعليك بالتحمل لا سيما من السفهاء.
قال عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: احتملوا من السفيه واحدة كي تربحوا عشرا. وأنشدت لبعضهم شعرا: بلوت الناس قرنا بعد قرن، ولم أرى غير ختال وقالي، ولم أرى في الخطوب أشد وقعا وأصعب من معادات الرجال، وذقت مرارة الأشياء طرا وما ذقت أمر من السؤال. وإياك أن تظن بالمؤمن سوءا، وإياك أن تظن بالمؤمن سوءا، فإنه منشأ العداوة، فإنه منشأ العداوة، ولا يحل ذلك، لقوله عليه الصلاة والسلام: ظنوا بالمؤمنين خيرا. وإنما ينشأ ذلك من خبث النية وسوء السريرة، كما قال أبو الطيب: إذا ساء فعل المرء ساءت ظنونه، وصدق ما يعتاده من توهم. وهذا الحديث ظنوا بالمؤمنين خيرا يعني لم يعرف بهذا اللفظ، لكن وردت أحاديث في النهي عن سوء الظن، وهي في المقابل يعني تحث على أن يحسن المرء الظن بإخوانه. نعم. إذا ساء فعل المرء ساءت ظنونه، وصدق ما يعتاده من توهم، وعاد محبيه بقول عداته، وأصبح في ليل من الشك مظلم. وأنشدت لبعضهم: تنحى عن القبيح ولا ترده، ومن أوليته حسنا فزده، ستكفى من عدوك كل كيد إذا كاد العدو فلا تكده. وأنشدت للشيخ العميد أبي الفتح البستي عليه رحمة الله: ذو العقل لا يسلم من جاهل يسومه ظلما وإعناتا، فليختر السلم على حربه، وليلزم الإنصات إنصاتا. أي إن أحدث صوتا، يعني الأخيرة، وليلزم الإنصات الاستماع، إنصاتا يعني أحدث صوتا. نعم. فصل في الاستفادة واقتباس الأدب. وينبغي أن يكون طالب العلم مستفيدا في كل وقت حتى يحصل له الفضل والكمال في العلم. وطريق الاستفادة أن يكون معه في كل وقت محبرة حتى يكتب ما يسمع من الفوائد العلمية. والآن الأقلام متوفرة ولله الحمد، يعني كانوا أول يحتاجون إلى المحبرة حتى يكتبون. قيل: من حفظ فر، ومن كتب قر. وقيل: العلم ما يؤخذ من أفواه الرجال، لأنهم يحفظون أحسن ما يسمعون، ويقولون أحسن ما يحفظون. وسمعت عن الشيخ الإمام الأديب الأستاذ زين الإسلام المعروف بالأديب المختار يقول: قال هلال بن زياد بن يسار: رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يقول لأصحابه شيئا من العلم والحكمة، فقلت: يا رسول الله، أعد لي ما قلت لهم. فقال لي: هل معك محبرة؟ فقلت: ما معي محبرة. فقال صلى الله عليه وسلم: يا هلال، لا تفارق المحبرة، لأن الخير فيها وفي أهلها إلى يوم القيامة. هذا حديث غير محفوظ أيضا ولا يصح. نعم. ووصى الصدر الشهيد حسام الدين ابنه شمس الدين أن يحفظ كل يوم شيئا من العلم والحكمة، فإنه يسير وعن قريب يكون كثيرا. واشترى عصام بن يوسف قلما بدينار ليكتب ما يسمعه في الحال. فالعمر قصير والعلم كثير، فينبغي ألا يضيع طالب العلم الأوقات والساعات، ويغتنم الليالي والخلوات. يحكى عن يحيى بن معاذ الرازي عليه رحمة الله أنه قال: الليل طويل فلا تقصره بمنامك، والنهار مضيء فلا تكدره بآثامك. وينبغي أن يغتنم الشيوخ ويستفيد منهم، وليس كل ما فات يدرك، كما قال أستاذنا شيخ الإسلام في مشيخته: كم من شيخ كبير أدركته وما استخبرته. يعني فاته أن يستفيد منه ويستخبره عن الأشياء التي يحتاجها وهكذا. وأقول على هذا الفوت منشئا هذا البيت: لهفا على فوت التلاقي لهفا، ما كل ما فات ويفنى يلفى. قال علي رضي الله عنه: إذا كنت في أمر فكن فيه، وكفى بالإعراض عن علم الله خزيا وخسارا، واستعذ بالله منه ليلا ونهارا. فكن فيه، إذا كنت في أمر فكن فيه، يعني إذا كنت في طلب أمر فتفرغ لهذا الأمر واجتهد في تحصيله. هذا هو. نعم.
ولا بد لطالب العلم من تحمل المشقة والمذلة في طلب العلم، والتملق مذموم إلا في طلب العلم، فإنه لا بد له من التملق للأستاذ والشريك وغيرهم للاستفادة منهم. يعني التودد والتلطف لهم كما سبق. نعم. قيل: العلم عز لا ذل فيه، لا يدرك إلا بذل لا عز فيه. وقال القائل: أرى لك نفسا تشتهي أن تعزها، أرى لك نفسا تشتهي أن تعزها، فلست تنال العز حتى تذلها. نعم. فصل في الورع في حالة التعلم. روى بعضهم حديثا في هذا الباب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من لم يتورع في تعلمه ابتلاه الله تعالى بأحد ثلاثة أشياء: إما أن يميته في شبابه، أو يوقعه في الرساتيق، أو يبتليه بخدمة السلطان. وهذا أقرب أن يكون موضوعا مكذوبا على النبي عليه الصلاة والسلام. والرساتيق جمع رستاق، كلمة فارسية معربة بمعنى السواد، هكذا يقولون. نعم. فكلما كان طالب العلم أورع كان علمه أنفع، والتعلم له أيسر وفوائده أكثر. ومن الورع الكامل أن يتحرز عن الشبع وكثرة النوم وكثرة الكلام فيما لا ينفع، وأن يتحرز عن أكل السوق إن أمكن، عن أكل طعام السوق، وأن يتحرز عن أكل طعام السوق إن أمكن، لأن طعام السوق أقرب إلى النجاسة والخباثة، وأبعد عن ذكر الله، وأقرب إلى الغفلة، ولأن أبصار الفقراء تقع عليه ولا يقدرون على الشراء منه فيتأذون بذلك فتذهب بركته. نعم. هذا أكل السوق الذي نحرص عليه، يعني الله المستعان. نعم. وحكي أن الإمام الشيخ الجليل محمد بن الجليل محمد بن الفضل كان في حال تعلمه لا يأكل من طعام السوق، وكان أبوه يسكن في الرساتيق ويهيئ طعامه ويدخل إليه يوم الجمعة، فرأى في بيت ابنه خبز السوق يوما فلم يكلمه ساخطا على ابنه، فاعتذر ابنه فقال: ما اشتريته أنا ولم أرض به، ولكن أحضره شريكي. فقال أبوه: لو كنت تحتاط وتتورع عن مثله لم يجرؤ شريكك على ذلك. أنا الرساتيق بمعنى طرف الإقليم، طرف الإقليم، يسكن في طرف الإقليم يعني. وهكذا كانوا يتورعون، فلذلك وفقوا للعلم والنشر حتى بقي اسمهم إلى يوم القيامة. ووصى فقيه من زهاد الفقهاء طالب العلم أن يتحرز عن الغيبة وعن مجالسة المكثار، وقال: من يكثر الكلام يسرق عمرك ويضيع أوقاتك. وقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان طويل الصمت قليل الضحك. نعم. ومن الورع أن يجتنب أهل الفساد والمعاصي والتعطيل ويجاور الصلحاء، فإن المجاورة مؤثرة، وأن يجلس مستقبل القبلة ويكون مستنا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويغتنم دعوة أهل الخير ويتحرز عن دعوة المظلومين. وحكي أن رجلين خرجا في طلب العلم للغربة وكان شريكين، فرجعا بعد سنين إلى بلدهما وقد فقه أحدهما. فرجعا بعد سنين. وحكي أن رجلين خرجا في طلب العلم للغربة وكانا شريكين، فرجعا بعد سنين إلى بلدهما وقد فقه أحدهما ولم يفقه الآخر، فتأمل فقهاء البلاد وسألوا عن حالهما وتكرارهما وجلوسهما، فأخبروا أن جلوس الذي تفقه في حال التكرار كان مستقبلا القبلة والمصر الذي حصل العلم فيه، والآخر كان مستدبرا القبلة ووجهه إلى غير المصر، فاتفق العلماء والفقهاء أن الفقيه فقه ببركة استقبال القبلة، إذ هو السنة في الجلوس إلا عند الضرورة، وببركة دعاء المسلمين، فإن المصر لا يخلو من العباد وأهل الخير والزهد، فالظاهر أن عابدا دعا له في الليل. فينبغي لطالب العلم ألا يتهاون بالآداب والسنن، ومن تهاون بالأدب حرم السنن ومن تهاون بالسنن حرم الفرائض، ومن تهاون بالفرائض حرم الآخرة. وبعضهم قالوا بهذا حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو ليس بحديث، إنما ينسب لعبد الله بن المبارك رحمه الله.
وينبغي أن يكثر الصلاة ويصلي صلاة الخاشعين، فإن ذلك عون له على التحصيل والتعلم. وأنشدت للشيخ الإمام الجليل الزاهد الحجاج نجم الدين عمر بن محمد النسفي شعرا: كل الأوامر والنواهي حافظا، وعلى الصلاة مواظبا ومحافظا، واطلب علوم الشرع واجهد واستعن، بالطيبات تصر فقيها حافظا، وسل إلهك حفظ حفظك راغبا من فضله، فالله خير حافظا. وقال رحمة الله عليه: أطيعوا وجدوا ولا تكسلوا، وأنتم إلى ربكم ترجعون، ولا تهجعوا، فخيار الورى قليلا من الليل ما يهجعون. هذا مقتبس من الآية: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. نعم. وينبغي أن يستصحب دفترا على كل حال ليطالعه، وقيل: من لم يكن الدفتر في كمه لم تنبت الحكمة في قلبه. وينبغي أن يكون في كمه، يعني في جيبه. نعم. استصحب الدفتر، الكراسة التي يكتب فيها وكذا. نعم. وينبغي أن يكون في الدفتر بياض، ويستصحب المحبرة ليكتب ما يسمع من العلماء، وقد ذكرنا حديث هلال بن يسار. نعم. فصل فيما يورث الحفظ وفيما يورث النسيان. وأقوى أسباب الحفظ الجد والمواظبة وتقليل الغداء وصلاة الليل وقراءة القرآن من أسباب الحفظ. وتقليل الغذاء. وتقليل الغذاء وصلاة الليل وقراءة القرآن من أسباب الحفظ. قيل: ليس شيء أزيد للحفظ من قراءة القرآن نظرا، والقراءة نظرا أفضل، لقوله عليه الصلاة والسلام: أعظم أعمال أمتي قراءة القرآن نظرا. هذا حديث ضعيف، لكن ما في شك أن قراءة القرآن فيه أجر عظيم. نعم. ورأى شداد بن حكيم بعض إخوانه في المنام فقال لأخيه: أي شيء وجدته أنفع؟ أي شيء وجدته أنفع؟ قال: قراءة القرآن نظرا. ويقول عند رفع الكتاب: بسم الله وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم، عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. ويقول بعد كل أقول هذا لو يعني ثبت فيه دليل عن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ به، ولكن هذه اجتهادات أو آثار لا تصح. نعم. ويقول بعد كل مكتوب: آمنت بالله الواحد الأحد الحق وحده لا شريك له، وكفرت بما سواه. هذا نفس الشيء. نعم. ويكثر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فإن ذكره صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين. قال الشافعي عليه رحمة الله: شكوت إلى وكيع سوء حفظي، فأرشدني إلى ترك المعاصي، فإن الحفظ فضل من الله، وفضل الله لا يعطى لعاصي. والسواك وشرب العسل وأكل الكندر مع السكر وأكل 21 زبيبة حمراء كل يوم على الريق يورث الحفظ ويشفي من كثير من الأمراض والأسقام. وكل ما يقلل البلغم والرطوبات يزيد في الحفظ، وكل ما يزيد في البلغم يورث النسيان. الكندر كلمة فارسية يعنى بها اللبان، اللبان المعروف هنا. وأما ما يورث النسيان فهو المعاصي وكثرة الذنوب والهموم والأحزان في أمور الدنيا وكثرة الاشتغال والعلائق. وقد ذكرنا أنه لا ينبغي للعاقل أن يهتم لأمر الدنيا، لأنه يضر ولا ينفع، وهموم الدنيا لا تخلو عن الظلمة في القلب، وهموم الآخرة لا تخلو عن النور في القلب، ويظهر أثره في الصلاة. فهم الدنيا يمنعه من الخيرات، وهم الآخرة يحمله عليه. والاشتغال بالصلاة على الخشوع وتحصيل العلم والاشتغال بالصلاة على الخشوع وتحصيل العلم ينفي الهم والحزن، كما قال الشيخ نصر بن الحسن المرغيناني في قصيدة له، أو بفتح الميم كما قال الشيخ نصر بن الحسن المرغيناني في قصيدة له: استعن نصر بن الحسن في كل علم يختزن، ذاك الذي ينفي الحزن وما سواه باطل لا يؤتمن. والشيخ الإمام الأجل نجم الدين عمر بن الحسن المرغيناني في قصيدة له: سلام على من تيمتني بظرفها، لمعة خدها ولمحة طرفها. في واو هنا، ولمعة
ولمعة خدها ولمعة طرفها. سلام على من تيمتني بظرفها ولمعة خدها ولمحة طرفها. سبتني وأصبتني فتاة مليحة تحيرت الأوهام في كنه وصفها فقلت ذريني واعذريني فإنني شغفت بتحصيل العلوم وكشفها ولي في طلاب الفضل والعلم والتقى غنى عن غناء الغانيات وعرفها. ولي في طلاب الفضل والعلم والتقى غنى عن غناء الغانيات وعرفها. نعم، يعني هو الآن مشغول بالعلم، ليس مشغول بالفتيات ولا بحسنهن ولا بكذا. نعم، هو مشغول بشيء يشغله عن هذه الأمور. وأما أسباب نسيان العلم فأكل الكزبرة الرطبة والتفاح الحامض والنظر إلى المصلوب وقراءة الخط المكتوب على حجارة القبور والمرور بين قطار الجمال وإلقاء القمل الحي على الأرض والحجامة على نقرة القفا، كلها يورث النسيان. هذا يعني عرف بالتجربة وذكره يعني بعض العلماء في كتبهم. نعم. فصل فيما يجلب الرزق وفيما ينفع وفيما يمنع فصل فيما يجلب الرزق وفيما يمنع وما يزيد في العمر وما ينقص. ثم لا بد لطالب العلم من القوة ومعرفة ما يزيد فيه وما يزيد في العمر والصحة ليتفرغ في طلب العلم. وفي كل ذلك صنفوا كتبا فأوردت بعضها هنا على سبيل الاختصار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرد القدر إلا الدعاء، أو لا يرد القدر إلا بالدعاء. لا يرد القدر، لا يرد القدر إلا بالدعاء. ولا يزيد في العمر إلا البر، فإن الرجل ليحرم من الرزق بذنب يصيبه. هذا الحديث حسن ثابت دون قوله وإن الرجل ليحرم من الرزق، فهذا تكلم فيه العلماء ومنهم الألباني رحمه الله. نعم. ثبت بهذا الحديث أن ارتكاب الذنب سبب حرمان الرزق، خصوصا الكذب، فإنه يورث الفقر. وقد ورد فيه حديث خاص: وكذا نوم الصبحة يمنع الرزق، وكثرة النوم تورث الفقر وفقر العلم أيضا. قال القائل شعرا: سرور الناس في لبس اللباس، سرور الناس في لبس اللباس، وجمع العلم في ترك النعاس. وقال: أليس من الحزن أن لياليا تمر بلا نفع وتخسر من عمري؟ وقال أيضا: قم الليل يا هذا لعلك ترشد، إلى كم تنام الليل والعمر ينفد. والنوم عريانا، والبول عريانا، والأكل جنبا، والأكل متكئا على جنب، والتهاون بسقوط المائدة، وحرق قشر البصل والثوم، وكنس البيت في الليل بالمنديل، وترك القمامة في البيت، والمشي قدام المشايخ، ونداء الوالدين باسمهما، والخلال بكل خشبة، وغسل اليدين بالطين والتراب، والجلوس على العتبة، والاتكاء على أحد زوجي الباب، والتوضؤ في المبرز، وخياطة الثوب على بدنه، وتجفيف الوجه بالثوب، وترك العنكبوت في البيت، والتهاون في الصلاة، وإسراع الخروج من المسجد بعد صلاة الفجر، والابتكار بالذهاب إلى السوق، والإبطاء في الرجوع منه، وشراء كسرات الخبز من الفقراء، والسؤال ودعاء الشر على الولد ودعاء الشر على الوالد، وترك تخمير الأواني، وإطفاء السراج بالنفس، كل ذلك يورث الفقر، كل ذلك يورث الفقر، عرف ذلك بالآثار. يقصد بالآثار يعني ما نقله عن مشايخه، يعني من أخبار، وممكن أن يكون آثار بالفعل ولكنها يعني آثار لا تصح. وقوله والأكل جنبا، هذا لا يصح هذا الكلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه كما في صحيح مسلم أنه إذا أراد أن يأكل أو ينام وهو جنب توضأ، أو ينام وهو جنب توضأ، فهذا يعني يدل على أنه غير صحيح ما ذكره. ففي بعض الأمور التي يذكرها لا يصح ذلك. نعم. وقوله بسقوط المائدة أو بسقاط المائدة كما في بعض النسخ، يعني الشيء الذي يسقط من المائدة، يعني لا يتهاون الواحد يعني
يعني الفتات أو كذا، والله أعلم. نعم. وكذا الكتابة بالقلم المعقود والامتشاط بالمشط المنكسر وترك الدعاء للوالدين والتعمم قاعدا والتسرول قائما والبخل والتقتير والإسراف والكسل والتواني والتهاون في الأمور. وهذا أيضا الكتابة بالقلم المعقود يعني المربوط، وأن يجعل فيه عقدة، والامتشاط بالمشط المنكسر ورد فيه حديث مكذوب أيضا على النبي عليه الصلاة والسلام، يقول: من كتب بقلم معقود وتمشط بمشط مكسور فتح الله عليه، فتح الله تعالى عليه 70 بابا من الفقر. 70 باب، ولكنه مكذوب، يعني ليس بابا واحدا. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استنزلوا الرزق بالصدقة، والبكور مبارك يزيد في جميع النعم خصوصا في الرزق. البكور في الصباح يعني الباكر، هذا من الأوقات المباركة التي يعني قد نفرط فيها بالنوم وتضييعها. نعم. وحسن الحظ من مفاتيح الرزق، وبسط الوجه وطيب الكلام يزيد في الحفظ والرزق. وعن الحسن بن علي رضي الله عنهما: كنس الفناء وغسل الإناء مجلبة للغنى. نعم. قوله وحسن الخط من مفاتيح الرزق أيضا يروى فيه حديث مكذوب: عليكم بحسن الخط فإنه من مفاتيح الرزق، ولكن هذا كله يعني ينبغي أن يتنبه له. نعم. وأقوى الأسباب الجاذبة للرزق إقامة الصلاة. الجاذبة أو الجالبة، تضبط الجالبة ما في نسخة. نعم. إقامة الصلاة بالتعظيم والخشوع، وتعديل الأركان وسائر واجباتها وسننها وآدابها، وصلاة الضحى في ذلك معروفة، وقراءة سورة الواقعة خصوصا في الليل وقت النوم، وقراءة الملك والمزمل والليل إذا يغشى وألم نشرح لك، وحضور المسجد قبل الأذان، والمداومة على الطهارة، وأداء سنة الفجر والوتر في البيت، وألا يتكلم بكلام الدنيا بعد الوتر، ولا يكثر مجالسة النساء إلا عند الحاجة، وألا يتكلم بكلام لغو. نعم. قوله قراءة سورة الواقعة ورد فيها حديث لكنها ضعيفة لا تصح ومكذوبة كذلك. وأما قول قراءة الملك فهذا معروف في الحديث أن سورة من كتاب الله جادلت عن صاحبها، معروف. أما المزمل والليل إذا يغشى ولم نشرح فهذا أيضا ورد فيه حديث، وأيضا هو من الأحاديث المكذوبة فينتبه لذلك. نعم. وقيل: من اشتغل بما لا يعنيه فاته ما يعنيه. قال برز جمهر: إذا رأيت الرجل يكثر الكلام فاستيقن بجنونه. وقال علي رضي الله عنه: إذا تم العقل نقص الكلام. قال المصنف عليه رحمة الله: واتفق لي في هذا المعنى شعرا: إذا تم عقل المرء قل كلامه، وأيقن بحمق المرء إن كان مكثرا، وأيقن بحمق المرء إن كان مكثرا. النطق زين والسكوت سلامة، فإذا نطقت فلا تكن مكثرا. ما ندمت على سكوت مرة، ولقد ندمت على الكلام مرارا. نعم. أما ما يزيد في الرزق أن يقول كل، يعني ما سبق كان فيما إيش؟ ينقص الرزق أو يذهب الرزق، والآن يذكر ما يزيد في الرزق. نعم. أن يقول كل يوم بعد انشقاق الفجر إلى وقت الصلاة: سبحان الله العظيم وبحمده، سبحان الله العظيم وبحمده، وأستغفر الله العظيم وأتوب إليه 100 مرة. نعم. يعني ورد في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: سبحان الله وبحمده فإنها صلاة كل شيء وبها يرزق الخلق. وهذا سنده صحيح، لكن تقييدها بأنه بعد انشقاق الفجر فهذا يعني الله أعلم بصحته. نعم. وأن يقول لا إله إلا الله الملك الحق المبين كل يوم صباحا ومساء 100 مرة. نفس الشيء، يعني هذه كلها تقييدات، هذه يعني لا تثبت. نعم. وأن يقول بعد صلاة الفجر كل يوم: الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله 33 مرة،
وبعد صلاة المغرب أيضا، ويستغفر الله تعالى 70 مرة بعد صلاة الفجر، ويكثر من قوله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا كنز من كنوز الجنة كما ورد عنه. والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام فضيلة عظيمة لإكثار منها، وخاصة يوم الجمعة. وأما ما ذكروا أن يقول بعد صلاة الفجر كل يوم الحمد لله، فمعروف التسبيح سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وكذلك سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، أن يسبح 33 يا أحمد، يسبح 33 ويكبر 33 ويحمد 33 ثم يقول تمام 100 المعروف لا إله إلا الله ولا شيء، يقول فهذا من أذكار الصباح والمساء. نعم، ويقول يوم الجمعة 70 مرة اللهم أغنني بحلالك عن حرامك، واكفني بفضلك عمن سواك. الحديث الذي ورد اللهم أكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عن سواك، لكن تخصيصه بيوم الجمعة هذا يعني غير معروف أن يخصص بيوم الجمعة، يدعو الواحد بهذا الدعاء اللهم أغنني أو أكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عن سواك. تفضل. ويقول هذا الثناء كل يوم وليلة، أنت الله العزيز الحكيم، أنت الله الملك القدوس، أنت الله الحكيم الكريم، أنت الله خالق الخير والشر، أنت الله خالق الجنة والنار، أنت الله عالم الغيب والشهادة، أنت الله عالم السر وأخفى، أنت الله الكبير المتعال، أنت الله خالق كل شيء وإليه يعود كل شيء، أنت الله ديان يوم الدين لم تزل ولا تزال، أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أنت الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، لا إله إلا أنت الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. هذا كلام طيب وفيه ثناء على الله عز وجل، لكن يعني تقييده بأن يقول ذلك كل يوم وليلة فهذا يحتاج إلى دليل. نعم. وأما ما يزيد في العمر البر وترك الأذى وتوقير الشيوخ وصلة الرحم، وأن يقول حين يصبح ويمسي كل يوم 3 مرات سبحان الله ملء الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزنة العرش، والحمد لله ملء الميزان ومنتهى العلم وزنة العرش، والله أكبر ملء الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزنة العرش، وأن يتحرز عن قطع الأشياء. الوارد عن النبي عليه السلام أن يقول بعد الفجر سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه زينة عرشه ومداد كلماته 3 مرات هذا الذي يعني ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام، وعلمه لمن؟ زوجته جويرية. نعم نعم. وأن يتحرز عن قطع الأشجار الرطبة إلا عند الضرورة، وإسباغ الوضوء والصلاة بالتعظيم، والقرآن بين الحج والقران بين الحج والعمرة، وحفظ الصحة، ولا بد أن يتعلم شيئا من الطب، ويتبرك بالآثار الواردة في الطب التي جمعها الإمام أبو العباس المستغفري في كتابه المسمى بطب النبي عليه السلام، يجده من يطلبه فهو كتاب مشهور. والحمد لله على التمام، وصلى الله على سيدنا محمد أفضل الرسل الكرام وآله وصحبه الأئمة الأعلام على ممر الدهور وتعاقب الأيام، آمين. تم الكتاب المبارك المسمى بتعليم المتعلم، يا الله يا ميسر بالعمل بما فيه، في وقت الضحى في مدرسة سراي في بلدة قيصرة 1151 من الهجرة. نعم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا، أن يجعلنا من الهداة المهتدين، ونسأله تعالى علما نافعا
ونعوذ به من علم لا ينفع، وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.